على سلامتك يا بطل. الله يسلمك حبيبي، يا اهلا وسهلا فيكم. اتفضل احكي لنا كيف صارت الاصابه. كنت مكلف بتنفيذ مهمه ضمن الاراضي السوريه بملاحقه مجموعات ارهابيه بعمق الاراضي السوريه بحدود 7 كيلو. لما وصلت لمنطقه الاعمال شاهدت الهدف وانا عم بتعامل معه، نفذت مهمتي وباتجاه العوده ضمن الاراضي السوريه بعمق 7 كيلو تقريبا او اكثر. انا بالدوران جاني صاروخ من طائره تركيه، حسيت بطيارتي انها انصابت، فاخذت قرار بمغادره الطائره بالمقعد المغزوف. هدفي بالاراضي السوريه وقذفت بالاراضي السوريه. وبقول لهم للي استهدفوني راجع لهم باذن الله، انا بحاله صحيه جيده، المعنويات عاليه الحمد لله، والعزيمه طيبه، والهمه حديد، وجاهز ان شاء الله بكره بعد بكره باذن الله للعوده لساحات القتال لملاحقه المجموعات الارهابيه حتى نخلص من اخر ارهابي على ارض سوريا الحبيبي. الحمد لله على سلامتك مره ثانيه. الله يسلمك واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. شكرا لكم.